بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية لابد أن أتوجه بالشكر للإخوان في موقع بركان 49. ربما هذا الموعد كان من المفترض أنه يكون منذ مدة، ولكن كانت هناك مجموعة من الإكراهات اللي منعت هذا اللقاء. على كل حال الحمد لله أنه تيسر اليوم هذا اللقاء. يوسف لوكيلي هو إنسان عادي، أستاذ ديال مادة التربية الإسلامية ثانوي تأهيلي، من مواليد مدينة زيو إقليم الناظور. تابعت الدراسة ديالي بالجامعة، أحضر الآن دكتوراه في العمل الاجتماعي في الإسلام. أيضا أحضر عندي سنة نهائية في القانون، القانون العام، إجازة حول القانون التنظيمي 113-14. هادشي اللي كاين. على كل حال هو احنا من رشحنا الانتخابات الجماعيه في 2015 كفريق ديال العداله والتنميه، اللي كان يطغى عليه العنصر ديال الشباب، العنصر ديال مجموعه من المناضلين اللي انتجهم المجتمع وجزء من المجتمع البركاني. كانت عندنا احلام كثيره جدا وكبيره جدا، لكن حينما دخلنا الى تسيير المجلس الجماعي عرفنا ان نظرة من الخارج تختلف عن حقيقة الأمر في الداخل. هناك مجموعة من الصعوبات، هناك مجموعة من الإشكالات اللي هي بنيوية وعميقة، تصعب الإرادات والنيات الحسنة لوحدها أن تتجاوزها. كاين إشكالات مرتبطة بقانونية، قانون تنظيمي رغم التطور دياله ما زال فيه مجموعة من الثغرات. كاين إشكالات مرتبطة طبيعة المنتخبين والكفاءة ديالهم والتأهيل ديالهم، وكاين إشكالات مرتبطة بالبنية ديال المجلس الجماعي من حيث الموظفين ومن حيث غير ذلك. ولكن على العموم هناك محاولات ديال الإصلاح، هناك محاولات ديال تأسيس العمل الجماعي جد. وطبعا المراحل ديال التأسيس دائما كتكون مراحل صعيبة وما كتبانش فيها النتائج، كتبان النتائج ربما فيما بعد في النهاية ديال الولاية. هناك مشاريع نحاول أن نخرجها وعملنا على إخراجها للأرض الواقع. ربما يقدر يقول البعض بأنها مشاريع كانت موجودة من قبل، ولكن كان فيها مجموعة من المشاكل، دار الثقافة، المحطة، يعني إعادة هيكلة شبكة الماء والواد الحار، البنيات التحتية إلى غير ذلك. هذا تبدل فيها واحد المجهود، وأعتقد أنه من نهاية الولاية إن شاء الله غادي تكون الأمور ماشي كما كنا نتمناوها، ولكن غادي تكون على الأقل أفضل مما كانت. الميزانيه ديال الجامع هو باش تشوف الموارد ديال المجلس الاقليمي ولا ديال اي مجلس ترابي، لا ما تشوفهاش غير من جانب المداخل، ولكن تشوفها حتى من جانب الالتزامات والمصاريف. صحيح ربما قد تظهر ان الميزانيه ديال الجماعه ديال بركان اكبر من الميزانيه، ولكن الالتزامات اللي عند الجماعه هي التزامات كبرى جدا وعندها مصاريف كثيره جدا، مصاريف اكثر مما تتصور. كيف نقول لك ان غير 50% بمعدل 4 ديال المليار كتمشي غير للموظفين، هذا مبلغ اللي ماشي سهل. يعني نصف المدخول ديال الميزانيه ديال الجماعه كيمشي. الا مشينا نشوفوا المجلس الاقليمي ما نعتقدش ان عنده الكم ديال الموظفين اللي كاين عند البلديه. علاش؟ لان الادوار ديالو ماشي بحال الادوار ديال المجلس الجماعي. فالمقارنه الا قارنا غير من حيث المداخل غادي تبان بان المجلس البلدي او الجماعي عنده ميزانيه اكبر، ولكن الا قارنا من جهه المداخل ومن جهه المصاريف كيبان الفرق. وعلى كل حال الاختصاصات ديال المجلس الاقليمي هو دعم الجامعات خاصه القرويه، ولكن ايضا دعم المشاريع اللي ممكن تكون نوعيه داخل الجامعات الحضاريه، ان هذا المصطلح ما بقاش في الحقيقه.
ومن بين المشاريع اللي دعمها المجلس الإقليمي هو المحطة، لأنه فعلا مشروع عنده راهنية، وخصو خص الإقليم يكون فيه مشروع ديال المحطة، واللي ما غاديش ينعكس فقط على الجماعة ولكن غادي ينعكس على الإقليم كامل. سوناكوس كانت في اللجنة، وكانت حتى في، لأن الأرض كانت تبع للدومين، وهو المجلس الجماعي ماشي بالضرورة يشري، يقدر يشري ويقدر يدير عقود ديال الكراء يعني طويلة الأجل، وهذا الأمر كاين، هذا الأمر كاين يعني إجرائيا جميع العمليات الإجرائية دارت، فاتت في الدور في اللجنة المالية، وتمت المصادقة عليها في اللجنة، وفاتت في الدورة أيضا، فجميع الالتزامات ديال المجلس الجماعي البلدي ديال البركان بين قوسين راه تمت. الميناء هو غير باش نوضحوا واحد الامر، هو المنح من المفترض انها جزء من العام، فقط جزء من العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي ديال المجلس. المجلس ممكن يدخل بطرق اخرى باش يدعم العمل الاجتماعي والعمل الثقافي والرياضي في المدينه من غير المنح، وهي مساعدات حتى في القانون التنظيمي هكا كتوصف، دعم ومساعدات للجمعيات لكي تو يعني لكي تو يعني تستطيع ان تنفذ مشاريعها، ولكن ماشي بالضروره تعتمد غير على الدعم ديال الجامعه، هو جزء فقط من خص يكون اجتهاد. حنا حينما جينا كانت الامور كانت محاولات ديال ضبطها من خلال واحد الشبكه ديال التنقيط اللي جات من خلال واحد الشركه، واحد الشراكه مع جماعه ديال سانجير البلجيكيه، ولكن شفنا بانه كانت هناك اختلالات لا من حيث الحجم، خاصه في الاجتماعيه والثقافيه انه كانت مبالغ كبيره جدا، في حين ان في جامعه سان جير مثلا البلجيكيه لا تتجاوز الدعم، ما كيتجاوزش 20000 درهم، 2000 دولار، 2000 اورو، جوج المليون، احنا كانت توصل حتى ل 15 20، وهذا ما كانش انا اعتقد انه ما كانش معقول. ثم كانت تعطى بواحد النوع من العشوائيه، نوع من العشوائيه. احنا من جينا حاولنا نجتهدوا، طبيعه الحال الامر ماشي سهل لان الناس تعودت واحد الطريقه معينه في توزيع ديال المنح، ثم حاولنا نجتهدوا بوضع معايير انتهت بكلناش تحملات في المجال الرياضي وفي المجال الاجتماعي والثقافي، كلناش تحملات وضع واحد المجموعه من المعايير، واش كافيه؟ اكيد ماشي كافيه، هذا اجتهاد، وكل مره كنجرب وكنزيد ونطور التجربه اكثر. كنحاولوا نشوفوا الجمعيات الجاده ونعطيو لها الدعم، وبنينا واحد المجموعه من المعايير، اهمها اننا اشترطنا، وهذا ما كانش من قبل، اشترطنا التبرير ديال صرف المنح السابقه، تبرير سواء من الناحيه الادبيه يعني الانشطه اللي دارت بهذه المنحه، ومن الناحيه الماليه ما اكتفيناش بالتقرير المالي، ولكن طلبنا الاوراق المحاسباتيه، ومجموعه من الجمعيات اللي كان عندها تحفظ في البدايه ولكن اليوم اقتنعت بهذه الفكره، ومجموعه من الجمعيات ما عطيناهاش لانها ما جابتش الاوراق اللي كتثبت اوجه الصرف. ثم المسألة الثانية أنه طبقنا المادة 65 على مستوى التنافي، بمعنى الجمعيات اللي فيها أعضاء من الجماعة ما استفدتش من الدعم هذه الثلاث سنوات، الثلاثة ديال المرات. ثم شفنا مدى توافق المشاريع المقدمة مع البرنامج ديال الجماعة، شي جهة من كتكون داعمة هي التي تحدد الأولويات ديال العمل ديالها. احنا حددنا واحد المجموعة من المحاور، المشاريع اللي ما كانتش داخلة في تلك المحاور ما عطيناهاش الدعم، او حتى الا كانت داخله وما كانتش من باب الاولويات ديال الجامعه كيكون الدعم بالنسبه لها محدود. حنا حاولنا ندفعوا ديال التنسيق ديال 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 الجمعيات، وقلنا بان الدعم غادي يكون مهم للجمعيات اللي تقدم مشاريع مشتركه، لكن للاسف لحد الان مازال ما كاينش مشاريع مشتركه، مازال الامور مشتته. كنلقاو بعض القطاعات كانت تستهلك حتى 48 مليون، قطاع المسرح مثلا كان يستهلك 48 مليون،
أعتقد أن هناك كان هناك اختلالات على مستوى توزيع الملح حتى على مستوى التوازن ديال التوزيع. هذه الاختلالات أكيد ما قضيناش عليها ومازال كاينة، ولكن كنحاولوا نقصوا منها تدريجيا. هذا هو اللي كاين. غير نزيد واحد الفكرة، وهو أن ماشي لوكيلي هو اللي مسؤول على توزيع الملح، ما رئيس ديال اللجنة. كاين اللجنة كيكون فيها نقاش، إلا اختلفنا نقدروا نلجؤوا للتصويت، وأنا الصوت ديالي غير مجرد صوت. كندافع على المنهجية باش تكون منهجية في التوزيع. كنحاولوا أنه قدر الإمكان يكون هناك إجماع، ما نلجؤوش للتصويت، ولكن القرارات هي ديال اللجنة. ومجموعة من الجمعيات اللي اتصلت بيا وكتقول لي بلي انكم عطيتونا وما عطيتوناش. للاسف القانون التنظيمي 113/14 والقانون الداخلي ديال الجامعة كيتكلم على ان المداولات داخل اللجنة هي سرية ولا ينبغي تسريبها، ولا تصبح رسمية الا بعد مصادقة المجلس الجامعي عليها. فمادام انها ما تصادقش عليها من طرف المجلس هي ماشي رسمية، وما من حق حتى واحد يخرجها. واعتقد انه الا خرجت غادي يكون هذاك سلوك غير اخلاقي، والاهم انه غير قانوني. التحالف ديال العداله والتنميه والبام في المغرب في بركان، كما مجموعه من الاخوان حتى من البام صرحوا، هو ماشي تحالف سياسي. حينما نتحدث عن التحالفات على المستوى الوطني التي كتشكل الحكومه، الحكومه هي تحالفات سياسيه، لانها كتخدم على تنزيل السياسات العموميه في البلاد. اما على مستوى الجامعه ومسائل ديال التدبير فقط. المخرجات ديال الانتخابات ديال 2015 اعطتنا جوج د الاحزاب، حزب العداله والتنميه، حزب الاصاله والمعاصره 14 مقعد، وحزب العداله والتنميه في المرتبه الثانيه ب 12 مقعد، حزب الاتحاد الاشتراكي في المرتبه الثالثه ب 6 ديال المقاعد. فبالتالي منطقيا التصويت ديال البراكنه بغض النظر عن الحيتيات وعن الوسائل اللي استعملت، واش كان التصويت يعني فعلا النتائج تعبر عن اراده المصوتين، او نحن كنتعاملوا مع النتائج. النتائج بينت بان البراكنه بغاو هاد الجوج ديال الناس يسيروا، وخاصه انهم كانوا بجوج بهم في المعارضه في الفتره السابقه، وهذا هو اللي كان، وهذا هو اللي مشى فيه التحالف. فهو تحالف من اجل مدينه بركان، ماشي تحالف سياسي او شيء من هذا القبيل. طبعا تحالف، اي تحالف كما كان داير راه فيه مشاكل، لكن لقسناه لتحالفات اخرى غير قريبه لنا، كتظهر ان المشاكل هنا على عموم كنقدروا نحتويوها ونقدروا نلقاو لها الحلول. في العموم تحالف ايجابي مع وجود بعض المشاكل. بطبيعة الحال من المفترض الأولوية للخدمات اللي عندها علاقة مباشرة بالمواطنين، خاصة الخدمات اللي سواء اللي تلك المتعلقة بالبنيات التحتية. إن المدينة بكل صراحة تعاني واحد الاهتراء على مستوى البنيات التحتية، وكاين واحد الخبر صار بأن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجامعة ديال بركان خصت واحد المبالغ مهمة لإعادة هيكلة المدينة ودعم البنيات التحتيه ديالها، خاصه في الاحياء اللي ناقصه التجهيز، واللي غادي تشمل على العموم المدينه في مجملها. ايضا المرافق الحيويه اللي عندها اتصال يعني مباشر مع المواطنين، بحال المجزره، بحال السوق الاسبوعي، بعد هادو المجزره الى غير ذلك. وكاين مجهود اليوم، مجهود على ان المجزره كانت في واحد الوضعيه اللي كارثيه. اليوم كاين مشروع باش انه يتم التحديث ديالها ويتم انها تكون وفق المواصفات العصريه كذلك، لانها متعلقه بالصحه ديال المواطن. نفس الشيء بالنسبه للسوق، بالنسبه للباركينج. اذا هادو من الاولويات اللي خص تكون عند الجماعه. صحيح.
هو شوف هو انا ما كنعتقدش انه كاين تغير، وانما كاين مواضيع تختلف من مرحله الى اخرى. الموضوع ديال اليوم هو كاين تشكيل ديال الحكومه في سياق معين. كان من المفترض ان امين العام اللي هو سعد الاله بن كيران يكون هو رئيس الحكومه، ما كانش. اذا كاين سياق معين ما يمكنش نتحدثوا خارج السياق. غير بالنسبه لهذيك المساله ديال بيننا وبين البام الدم، واضحه، اعتقد انها حملت اكثر مما ما تستحق. البعض انه بغى يعطيها واحد البعد اخر، وبغى انه يستغلها بطريقه اللي سلبيه، ويوصفها كانها شكل من اشكال الدعوه الى الارهاب وغيره، وهذا ماشي صحيح. الدم هو اللي سال احد المناضلين ديالنا تعرض للضرب في مدينه بركان، نفس الشيء بالنسبه لمدينه وجده. وصلتنا اخبار بان احد الاخوان تقتل في نتيجه حادثه في القنيطره، فبالتالي كان هذا كان امور صعبه. وفي حمله انتخابيه وفي اليوم النهائي ديال الحمله الانتخابيه قصدت بان الدم الذي سال من طرف العداله والتنميه. اما العداله والتنميه عمرها ما غادي تمس شي واحد، ولا غادي تستعمل وسائل غير قانونيه لتدبير الاختلاف ديالها مع الاخر. دائما غادي تعتمد السلم، وغادي تعتمد التاريخ ديالها على عموم كيثبت هذا الامر هذا. هذا كلام نسبي على العموم. احنا راه عندنا هيئه ديال الاطر، ربما مجموعه من الاخوه اللي ما كاينش. في بركان عندنا هيئه ديال الاطر اللي كيتراسها السي عبد المجيد عنكيت، وهذه الهيئه ديال الاطر الوظيفه ديالها هي انها كدير مشاريع اللي تساعد فيها الحزب باش يخدم. وعلى مستوى الجهه راه قدموا مشروع ديال التنميه الجهويه قبل ما تقدموا الجهه. فكاين اطر ربما ما كافيينش، اكيد ما كافيينش، ربما خصنا نبذلوا مجهود اكبر، هذا اكيد. ربما ان بعض الاطر كيتخوفوا من حزب العداله والتنميه، لان مجموعه من الاطر كيدخلوا للعداله والتنميه وكتمارس عليهم ضغوط باش انهم ما يبقاوش مع العداله والتنميه. ربما حتى هذا حاضر، ولكن انا معك ومع السي فريد ان العداله الحزب خصو يزيد ينفتح على الاطر اللي صادقين وباغيين يخدموا البلد. بحسب مفهوم الخلاف، ربما راه ماشي غير انا والسي قاوري، حنا كاملين في الحزب كنختلفوا. اليوم كاين اختلاف في تدبير في الموقف من القضيه ديال تعيين رئيس الحكومه، لكن اختلاف هو اللي ما كاينش، لان احنا ما كنفكروش بنفس الطريقه، ما عندناش تنظيم طوباوي وكل شيء كيفكر بنفس الطريقه. الا كنت تقصد صراع، ما كانش بيناتنا صراع، وصراع الا وقع اي انحراف كاين هيئات اللي كتدبروا. لذلك هذا هو اللي كيخلي البيت الداخلي قوي، هو اننا كاين هيئات. خصك تعرف باللي احنا عندنا فصل في السلطات، اللي في السلطه التنفيذيه ماشي هو اللي كيقرر. دابا الا انت درت خطا، عضو دار خطا، خص يرفع بك الهيئه اللي هي اشبه الهيئه القضائيه، كتسمى هيئه التحكيم، هي اللي كتفصل. وهذيك الهيئه تقدر تطعن في الهيئه اللي موراها. فبالتالي ما نظنش انه كاين هذا النوع من الصراع ولا الاختلاف. صحيح استدعتنا واعطينا الاجابات الكافيه وصدرت الحكم ديالها بالتوقيف ديال سنه نتيجه التصويت ديالنا ضد شي نقطه من النقاط. ولكن على مستوى الوطني تم التعديل، طعنا حنايا، وعلى مستوى الوطني تم التعديل ديالو، الاكتفاء بالانذار ديالنا، لان الخطا فعلا كان، الخطا كان في الشكل، لانه ما كانش خصنا نصوتوا ضد المنسق ديال الفريق وان كان عندنا موقف اخر. هناك من طرف اشكاليه هي الكفاءه المعنيه هي اللي خلت انه
شوف، بعد السي مصطفى هو واحد المناضل قديم في حزب العدالة، ربما هو بدا النضال في ألف من زدتنا، ربما في 1981 ولا 88. ثم مصطفى تولى المناصب التي تم انتخابه من أجلها بشكل ديمقراطي والتي يكفلها له القانون. هل هذا يعني أنه ما كاينش أطر أخرين في الحزب؟ ماشي ضروري ما كاينش أطر أخرين، كاينين وكيديروا، كل واحد كيدير الأدوار ديالو. واش غير كافيين؟ ممكن يكونوا غير كافيين، خصهم يكونوا أكثر. ما أعتقدش أن شي واحد يقدر يتسلط في حزب العدالة، لأن كاع الأحزاب اللي فيها مؤتمرات وفيها ديمقراطية داخلية ما غاديش تسمح بالتسلط. نعطيك غير معطى بسيط، نعطيك جوج المعطى. المعطى الأول هو أن السي مصطفى دابا اللي ما يقدرش يكون كاتب إقليمي مرة أخرى، حيت أن عنده جوج الولايات، فبالتالي يعني بشكل آلي راه غادي خصنا حنا في بركان مازال ما عارفينش الكاتب الإقليمي شكون اللي غادي يكون. سي مصطفى شحال من مرة كيعبر عن الرغبة ديالو أنه ما يبقاش في المجلس البلدي، ما يبقاش كنائب أول، ولكن دابا مشى في واحد المهام معينة، خدا تجربة، لأنه هو لا هو لا السي مصطفى الرفاعي خصنا نعترفوا بأن عندهم راه 12 سنة قبلنا وهما في المجلس، حنا راه جداد في هذا المجلس، فبالتالي من المهم أنهم يقودوا هذه التجربة وحنا نتعلموا، وإن شاء الله مستقبلا تكون الكلمة ديال الشباب. عن السابق، هو شوف، هو بعدا خص تعرف واحد الحاجه، بان شبيبه العداله والتنميه في الجهه الشرقيه انطلقت من اقليم بركان، يعني البدايه ديالها في التاسيس كانت من اقليم بركان، وكان الكاتب الجهوي الاول، كانت واحد المرحله تاسيسيه كان فيها واحد الاخ، ثم من بعد جاء سي بيبوده اللي تذكره بخير مكلف، ثم جات اول انتخابات طلع فيها سي عبد الكريم قعداوي، هو ايضا من بركان، وانا كنت معاه في الكتابه في الاخير، كنت معاه في ذاك الكتابه الجهوي. فقمنا ببعض الاعمال اللي مهمه جدا، واللي انا كنعتبر حتى انا ساهمت فيها، لان كنت عضو في المكتب الجهوي. من جيت انا حاولت انني نكمل هذه الاعمال اللي بدات في عهد ديال السي عبد الكريم، استكملنا التاسيس. دابا شبيبه العداله والتنميه متواجده في جميع الاقاليم ديال الجهه، 8 عندنا 8 الكتابات الاقليميه، استثنا زوج في الدريوش وفي بوعرفه. كنديروا ملتقى جهوي سنوي كيحضر له ما يقارب 200 عضو، وانت راك حضرت معنا في الناظور اعتقد، درنا تقريبا على الاقاليم كاملين، درنا في الناظور، في بركان، في وجده، في اخيرا في قرسيف الاقليم الجديد اللي التحق ببركان. درنا ابداعات، كنديروا ملتقى تلمادي حاولنا نخدموا فيه، وكانت عندنا واحد الفكره ديال العمل التلمادي، وتم يعني الاخذ بها وطنيا، واليوم كاين واحد المنظمه مدرسيه على المستوى الوطني، وانا عضو ديال المكتب الوطني ديالها. عندنا جامعه تربويه كنديروها بشكل سنوي في رمضان، بمعنى كاين عمل، كاين عمل وكاين تنسيق وكاين تتبع ديال العمل ديال الاقاليم. ما عنديش مهام بزاف، عندي غير الشعبي. المهم المهنه ديالي هي ديال التدريس، كنأديها وفق القانون، ما ينص عليه القانون. شبيبه على مستوى الجهه، لان شوف الدور ديال الجهه هو التنسيق، العمل الميداني راه هو الكتابات الاقليميه والمحليه، حنا كنسقوا وكنديروا ديك الانشطه الكبار اللي عندها بعد اشعاعي على مستوى الجهه، ولكن البعد العمل الميداني راه ديال الاقاليم والمحليات. على مستوى المستشار حتى ما عنديش شي دور كبير، رئيس لجنه الادوار ديالو محدوده نسبيا مقارنه مع النواب والرئيس، يعني ما كاينش واحد. ربما من كنت في النقابه كنت شويه، كنت كاتب اقليمي ديال النقابه، كان شويه الضغط وكان متعب، العمل ديال النقابه متعب، والحمد لله اليوم الاخوان اختاروا اخ اخر، سي رمضان الزبيري هو الكاتب الاقليمي اليوم ديال الجامعه الوطنيه. فعلى العموم، على العموم الامور مزيانه. صحيح، تبعنا درنا شكايات، كاين شكايات في مجموعه من الجماعات من الدوائر الانتخابيه، كاين شكايات معروضه على المحكمه الدستوريه، مازال كنستناو
نستناو الرد ديالها في هاد المسائل هذه. وكنا كنتبعوا الخروقات خرق بخرق، كنا كنتصلوا بالعامل وننبهوه لمجموعه من التجاوزات اللي كانوا يقوموا بها يعني اعوان السلطه. وكان هو انا ذاك يقول لنا بان الامر ما يعني كيتنصل منه، كيعتبرها احداث اللي هي معزوله والاشخاص هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالها. وهذه هي الحمله الانتخابيه في المغرب على العموم، والاهم هو ان الشعب رغم كل شيء اختار العداله والتنميه، او اختارها نسبه مهمه من الشعب، ماشي الا ما كانش الشعب كامل. مدينة بركان فعلا كتحس بأنه كاين واحد التهميش ديالها بين مدينتين تم الاهتمام بهم، مدينة وجدة هي مدينة حدودية، مدينة الناظور حتى هي مدينة حدودية. على العموم حتى أصحاب الناظور كيقولوا ترى حنا كنعانيو حتى حنا مجموعة من الإشكال. كاين خلل على مستوى البنية التحتية، خلل كبير جدا، كاين خلل في النقص ديال المرافق سواء خاصة الثقافية والرياضية، رغم أن المدينة أعطت الكثير كثير، فيها أنشطة كثيرة على المستوى الثقافي، فيها عدد كبير من الجمعيات الفاعلة، فيها رياضيين أبطال مدرج أسماء كبار، كاين هشام القروش، كاين سي أحمد بن جدو، كاين البرازي، كاين واحد الـ واحد الـ واحد الرصيد نهضة ديال كرة اليد، كرة القدم، كرة السلة إلى غير ذلك. فخص اهتمام بهذه المدينة. أعتقد أن المؤشرات ديالو بالذات، رحنا قراب لدار الثقافة الحمد لله أنها خرجت الأرض الواقع، ونتمنوا ان الامر يستمر، وتستحق هذه المدينه تكون يعني تكون افضل مما هي اليوم عليه. كمواطن حتى انا كنفوت في الطرقان، حتى انا اللوطو ديالي كطيح في الحفاري، حتى انا كيتقطع عليا الماء. نقول لك حنا في حي المقاومه راه حنا الاكثر الاحياء تضررا من انقطاع الماء، حنا العام كامل ودائما راه حنا نكتبوا، دائما راه حنا نكتبوا، راه حنا كنشيروا لهذا الشيء. فبالتالي كنعيشوا نفس الهموم اللي كيعيشوها المواطنين. كنديروا محاولات، بالعكس انا من كتقطع الماء كنتصل بالاخوان في السلطه، كنتصل بالاخوان في رئيس المجلس ولا احد الاخوان النواب، وحتى هما كيتواصلوا مع السيد المسؤول ديال الماء. احيانا كتكون مبررات مقبوله، واحيانا ما كيبغيوش، ما عندهمش حتى مبررات صراحه، هما كيتماطلوا. وكاين اشكال في الماء هنا في بركان، كاين اشكال حقيقي اللي خصو يتم يتعالج. اليوم انا ما نكذبش عليك، انا كنشرب الماء كنحس بالحريق في الكرش ديالي، وربما مجموعه من المواطنين اللي كيعانيوا من هادشي. هادشي خصو وقفه، لان هذه الصحه ديال المواطن والصحه ديالنا كاملين. يعني راه ما كنهضروش، ماشي ما كنشريوش الماء من الحانوت، كنشربوه نفس الماء اللي كيشربوه البراكنه كاملين. هذا خصو تطرح في المجلس البلدي، وخصو تطرح، وخص الناس ديال لونيب يكونوا اكثر جديه. فعلا فيهم ناس اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير، ولكن حينما نتحدث عن الصحه ديال المواطن خاصه الماء الصالح للشرب راه خص خط احمر وخص يكون. شكون هاد الشخصية؟ العامل زعما؟ ما عرفناش، من قال لنا الشخصية هذا فيه، يعني القانون كيقول لك يعني شكون في الإطار. هو الاستقالة نوع من الاحتجاج، ونحن ندرك الصيغة القانونية التي يجب أن تصاغ بها الاستقالة. ما درناها بشكل جماعي، وكاين حكم قضائي ديال المحكمة الإدارية كيشير بأن الاستقالات الجماعية غير مقبولة. هو نوع من الاحتجاج، وكنا نتمناو انه يبقى داخل. للاسف حتى الموقع اللي سرب الاستقاله ماشي حنا اللي عطيناها، ما عرفناش كي دارت خرجت. كنا نتمناو احتجاج على ترخيص ديال بعض الناس اللي اعتبرنا انهم مشبوهين وعندهم
عندهم تاريخ في التجارة ديال المخدرات، اعتقدنا ان هذا خطأ خص المجلس يتراجع عليه. فتفاجئنا بان هناك جهات، بالعكس هاد الجهات اللي راكم تقولوا، بالعكس هناك جهات دفعت في التفعيل ديال 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 الاستقالة بواحد السرعة كبيرة، بدل ما ان يتم الاستماع لنا ونعالجوا الاشكالات، تم التسريع ديال هذه الاستقالة بواحد الشكل كبير. في تواصل مع مجموعة من الاخوان اللي من المجلس، وبالمناسبة احنا ما تواصلنا حتى مع شي واحد من خارج السلطة، من خارج الجماعة، الاخوان في المجلس تواصلوا مع السلطة، وهذا امر طبيعي لان هي سلطة الرقابة، طبيعي ان العمل تدخل والبشر يدخل، لانه هو سلطة الرقابة حسب القانون التنظيمي 113/14. تم التراجع على الاستقالة في القانون في الوقت القانوني، الوقت القانوني ديالها، وتمت معالجة المشكل. وهي رسالة ديال التحذير وديال رسالة ديال التنبيه، ماشي التحذير بالأحرى، ديال التنبيه بأن هناك اختلالات اللي ربما ماشي حتى المجلس اللي مسؤول عليها، ربما كاين عدة جهات مسؤولة عليها، خصها توقع عند الحد ديالها. وما احنا ماشي نادمين على ديك الاستقالة، وكنعتبروا أنها كان خصها تكون، وخص التفاعل مع النقط اللي جات فيها بشكل إيجابي. هذا هو ايوا هو شوف هو ما عرفناش يعني تم القانونيه، هو شوف هو الموقف ديالي من التمديد، لانني كنت نعتبر التمديد غير قانوني، ولا زلت قانونيا، اجتهاد قانوني ديالي اعتبره غير قانوني، وان كنت اعتقد اننا اخطانا بالشكل في التصويت، لان عندنا واحد القانون الداخلي ديال الحزب كيلزمنا باننا نصوتوا مع المنسق، واخا كنعتقدوا ان القرار ولكن اعتقد ان ذاك التمديد كان غير قانوني. ومن بعد تبين حتى الفوغال انه اصبح ما بقاش راضي على التمديد، تمنى له كان انه دار صفقه جديده باش انه يقدر يجدد الاسطول ويقدر يستثمر، يزعم على الاستثمار ويزعم على الاستثمار، وكيقول لك انا واش غادي نستثمر في 5 سنوات ديال التمديد. على كل حال الزيادة ديال الشركة ديال فوغال غير قانونية، وهي أحادية، وتم إصدار بيان في وقته، وهي غير قانونية. راه كيف ما كان الحال راه عمرها ما غادي تولي قانونية، هي غير قانونية ومخالفة صريحة لكلناش التحملات، والشركة كتحمل المسؤولية، وهي تعبر عن استعدادها لتحمل المسؤولية. كيفاش غادي يتم المعالجة ديال هذا التصرف الغير قانوني؟ كانت مجموعة من الحلول المطروحة. تم الشركه كيقول لك ديروا، انا قابل باللي بغيت، كان اما انك تفسخ معاهم العقد وتدخل في دوامه ديال البحث على البديل، وهذه اشكال كبير جدا، اشكال في تدبير مرفق ديال النقل اللي هو يعتبر خدمه حيويه بالنسبه للمواطن، خاصه بالنسبه للتلامذ، وما كيرتبطش فقط بالجماعه ديال بركان. يعني حتى الا قدرنا حنا ندبروا ولا نلزموه بانه يستمر لمده 6 شهور هنا في بركان كما كيكون ينص كناش التحملات بلا ما نعلنوا على صفقه جديده، ما كاينش ضمانات ان الامر غادي يستمر بالنسبه للجماعات الاخرى اللي خارج الجامعه، واللي فوغال كيقدم لها، يعني كيقوم كاين خطوط بين الجامعات خارج بركان، واش قانونيه ولا ماشي قانونيه، ماشي السلطه ديال الجامعه انها تحدد هذه القانونيه ديالها من عدم القانونيه ديالها. فبالتالي كان الخيار الثاني هو انه تكون واحد الغرامه تاديبيه على الجامعه على 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 على, على الشركه لخرقها للقانون، وكان نقاش مستفيض في اللجنه، وما كانش التوافق 100%، ولكن تم في النهايه بعد التصويت تم يعني ترشيح هذا القرار هذا، وهو اللي راه غاديه فيه الجامعه، راه ما تطواش الملف، مازال راهم متابعين على انه غادي يدار له ضعيره اللي غادي وغرامه اللي غادي يخلصها. بالمناسبه من قبل هذا الشيء ما كانش، كان يقدر يزيد ويدير اي حاجه. هو اي خلل
وهنا نبغي نشير لواحد المساله هو الجماعه مفترض انها هي اللي كتراقب الاداء ديال تراقب هذا التدبير المفروض. الجماعه عندها مصلحه اللي هي فيها مجموعه من المشاكل، نقص الموظفين، عدم توفر اليات النقل الى غير ذلك، وعلى كل حال المصلحه كتحاول تقوم بالدور ديالها، ولكن ايضا المواطنين ممكن انهم يتشكوا. وبهذه المناسبه كنقول للمواطنين انه من الناحيه القانونيه من حقهم انهم في حاله اذا شافوا ان الخدمه ما كانتش في المستوى ولا وقع فيها خرق من الفروقات انهم يشكيوا للمجلس الجماعي، ويقدروا يشكيوا حتى للقضاء يقدروا يشكيوا، خاصه القضاء الاداري. فنتمنى ان المواطنين من يلاحظوا ان هناك فروقات، تاخر في الموعد ولا اي نوع من الفروقات، يشكيوا للمجلس الجماعي، وبهذا غادي تولي حتى وسيله الضغط حتى للمجلس الجماعي باش انه يطرحها على 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 الشريك. وخص الشركه تحترم القانون، خصها تحترم القانون. هو شوف، هو راني قلت لك قبيل كاين خلل في القانون، كاين ثغرات في القانون، وكاين ثغرات حتى وكاين حتى خلل في التكوين ديال النخب السياسيه المحليه. واش النخب السياسيه؟ ما كنهضرش على جماعه بركه فقط، كنهضروا بشكل عام. واش النخب السياسيه مؤهله انها تبدع في التنمية المحلية؟ كلنا واش كاين التكوين الكافي؟ وحتى الجسم البيروقراطي، موظفين وغيره، واش مؤهل انه يواكب حتى الا كانت افكار وكانت اجتهادات، واش مؤهل انه يواكب هاد المشاريع هذه وهاد الاستراتيجيات التنموية؟ هذه اسئلة خصها الجواب. ثم خص الاحزاب اليوم السياسيه تحمل المسؤوليه ديالها في نوعيه المنتخبين الذين تقدمهم، خصها تحمل المسؤوليه ديالها، خصها تقدم النخبه ديال المجتمع اللي بامكانها تسير او تبدع في تسيير الجماعات الترابيه. ومع ذلك كاين جماعات اللي لا باس كتجتهد في حدود الممكن في جلب استثمارات مهمة للجماعة ديالها. وهذا بالمناسبة ما مرتبطش فقط بالإرادة ديال المنتخبين، ولكن كاين إرادات أخرى حتى هي ممكن تأثر إيجابا ولا سلبا في هذا الأمر. مرحبا. المسائل مرتبطة بخدمة المواطن بشكل عام، يعني واللي عندها علاقه مباشره بالمواطن. كنتكلموا عن النقل العمومي، راه كيستافدوا منه المواطنين البسطاء، الطبقه الوسطى والمواطنين اللي ميسوري راهم كيستعملوا السيارات ديالهم الخاصه. كنتكلموا على القضاء. حنا خصك تعرف بلي انه الجامعه ديال بركان كتخسر واحد العدد كبير من القضايا، وكتخسر فيها فلوس كبيره. هاد الفلوس اللي هي في الحقيقه مال عام، واللي حنا عملنا على تقويه الترسانه بعد المصلحه ديال المنازعات، وضفنا محامي جديد لان كنشوفوا انه كاين نزيف في هاد الجانب. هذه اولويه. كاين البنيه التحتيه اعتقد انها اهم دابا من جميع. راه كاين اللي يقول لك انا ما عندي ما ندير لا الثقافه ولا بالرياضه ولا بالعمل الاجتماعي، انا باغي بنيه تحتيه حقيقيه اللي تخدم المدينه. ما عندناش جرادي، ما كاينش فضاءات خضراء، ما كاينش ساحات ديال اللي ممكن الناس يمشيو لها هما وليداتهم. كاين نقص كبير في المدينه. وكاين مشروع ديال منتزه بحال داك المنتزه الايكولوجي، كاين حتى هنا من جهه كرامشو.
في اطار هذا المشروع اللي كنت نقول لك ديال اعاده هيكله المدينه، واللي غادي ترصد له واحد الميزانيه مهمه يعني كبيره بزاف اكثر من الميزانيه ديال الجامعه، لان لو كان نبقاو معتمدين على الميزانيه ديال الجامعه راه ما نديرو والو. قلت لك راه النص ديالها كيمشي غير للموظف، فبالتالي الشراكات هي الحل، كدير شراكات مع فبالتالي هاد الشراكه هاد المساله فيه واحد المبالغ كبيره اللي غادي تهتم بالبنيه التحتيه، ولكن غادي تهتم حتى بالمساحات الخضراء. ان شاء الله غادي تكون الامور افضل. حنا اللي غادي ننشروا هو انه من تدي الجمعيات الدعم غادي ننشروا بالاسماء ديالها وبالمبالغ ديال الدعم اللي داتو، واللي ما داتش غادي ننشروا علاش ما داتش. غادي نقولوا كاين جمعيات اللي ما غاديش تدي، غادي نقولوا اما عندها تنافي ولا المشروع ديالها لا ينسجم مع رؤيه. اما التقارير ديال الجمعيات لا يحق لنا نشروها، وخصنا الاخوان يعرفوا بان هذه الجمعيات راها خاضعه، الجمعيات خاضعه للرقابه ديال المجلس الجهوي للحسابات. اي جمعيه كتدي اكثر من 10000 درهم كنقدموا الملف ديالها للمجلس الجهوي للحسابات، ويقدر يفتحص لانه ملع، ويقدر يفتحصها فوق 10000 درهم، ويقدر يفتحصها، وحنا قررنا بانه ما نعطيوش قل ب 10000، اما ما نعطيو 10000 درهم اما ما نعطيوش، ويقدر يفتحصها وفق كناش التحملات، يفتحصها لمده 10 سنوات. مثلا انت راك رئيس جمعيه اليوم، ديت 5 المليون كليتها كملنا مشيت، فوت انت ما بقيتش رئيس جا موراك واحد يجي المجلس الجهوي للحسابات ويفتحص هذيك 5 المليون، وتبقى انت مسؤول عليها. وممكن انه الا ما تبتتش كيفاش انه تم الصرف ديالها ممكن تحول المسؤوليه المتابعه امام القضاء. كاين عده مشاريع، انا عندي حلم هو انه يكون عندنا واحد المكتبه بنايه كبيره فيها مكتبه عصريه مهمه مجهزه باحدث التقنيات، ايضا تطوير المعهد الموسيقي اللي اليوم اصبح يعني دون المستوى ومبقاش يستجيب للمتطلبات ديال الشباب ديال بركان. هذا حلم وهو مقترح بالمناسبه، اقترحنا على الرئيس، وكاين تفكير في هذا الامر، كاين تفكير وخصنا نمشيو فيه، لان خصنا نعزوا البنيات الثقافيه ديال الجامعه. كاين دور شباب غادي تبنى مجموعه من الاحياء الهامشيه، كاين ملاعب ديال القرم شراكه مع وزاره الشباب والرياضه. تقريبا هذه الامور اللي كاينه. وانا نعاود ناكد واحد المساله مهمه. شوف دابا علاش مثلا علاش دار الثقافه وقع فيها هذا الاشكال هذا، لان المساله ما مرتبطاش باراده الجماعه فقط. كتلقى مشروع كيكلفك 10 المليار، وبين المناسبه من اهم المشاريع هو وقايه وحمايه المدينه من الفيضان، وهذا مشروع راه مبرمج كرخصو ميزانيه 50 مليار مثلا. انت لو كنت تبقى كجماعه شحال خصك من سنه باش تقدر توفر هذا ال 50 مليار؟ انت الميزانيه ديال الجماعه في السنه كتراوح ما بين 8 و 9 ديال المليار، 4 ديال المليار كيديها الموظف، شحال كيبقى؟ كتبقى واحد 4 ولا 5 ديال المليار، عندها التزامات اخرى ديالها. نديرو قدرنا نوفروا 4 مليار في السنه، راه خصنا 50 سنه باش نديروا مشروع من هذا الحجم هذا. فبالتالي حنا في حاجه لشركاء، شركاء اللي يقدروا يدعمونا ويعاونونا في هذا المجال هذا. وكاين اجتهاد، اكيد كاين اجتهاد لا من طرف الاخوه في المكتب المسير، اجتهاد على البحث عن شركاء لانجاز مشاريع اللي كبرى. كاين مشروع ديال مسبح بلدي ولا مسبح اولمبي، والان نبحث له عن موارد التمويل، وكاين مشاريع اخرى اللي ايضا هي كتبحثوا فيها على موارد ديال التمويل، ولكن ان المشروع يتم المصادقه عليه مزيان،
لانه كتولي الجماعه ملزم به وكتولي كتبحث على 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 الشركاء اللي ممكن يدعموها في هذا المجال هذا. وما تنساش بان التنميه ديال الجماعه ماشي غير مسؤوليه الجماعه بوحدها، كاين شركاء اخرين، كاين المجلس الاقليمي نسبيا، ولكن كاين الجهه ايضا، الجهه اللي عندها مبالغ مهمه. وبالمناسبه احنا كجماعه قدمنا المقترحات ديالنا في اطار المشروع ديال التنميه الجهويه اللي كتعدوا الجهه واللي غادي يكون على مدى 6 سنوات. قدمنا المشاريع اللي ممكن ان المدينه محتاجها وتستفد منها. ايضا احنا لانني انا عضو في ديك الهيئه ديال الشباب على مستوى الجهه، هي من الهيئات الاستشاريه، قدمنا مشاريع كبيره جدا اللي لو كانت تاخذ بها الجهه غادي تكون ايجابيه بالنسبه للاقليم. بحال نعطي على مثال، على سبيل المثال فضاء ديال فضاء في تافوغالت ديال الايواء، فضاء ديال الايواء ديال الشباب، قدمنا مشروع ديال ملاعب، مشروع ديال المسبح، مشروع في مداغ، في معهد فلاحي في مداغ. اذا مجموعه من المشاريع اللي غادي يستفد منها الاقليم الى اتخذت بعين الاعتبار في المشاريع التنمويه ديال الجهه في اطار الرؤيه ديال التنمويه ديال الجهه. دابا الجهه كتعد واحد البرنامج وواحد المشروع لانها ملزمه بحال الجماعه انها دير مشروع تنموي سداسي على مدى 6 سنوات، وطلبت من الجماعات انهم يعطيوها المقترحات ديالهم. وكذلك عندها هيئات استشاريه بحال حنا عندنا الهيئه ديال المناصفه وتكافؤ الفرص، كاين هما بالاضافه لهيئه المناصفه وتكافؤ الفرص عندهم هيئه ديال قضايا الشباب المراه وقضايا الشباب، وعندهم هيئه وثلاثه بينا من بركان. فبالتالي في اطار هذه الهيئه قررنا قدمنا هذه المقترحات هذو، الى تنفذوا على ارض الواقع الامر غادي يكون ايجابي. هذه قضية وطنية. شوف احنا نعتقد ان الوضع اللي رحنا فيه اليوم هو وضع غير طبيعي، هو زلزال سياسي. لانه شو هو الوضع الطبيعي؟ الوضع الطبيعي ان حزب ديمقراطي الطبيعي، ان حزب خاض الانتخابات بامين عام معين، وهو في نفس الوقت رئيس حكومه، واللي كي طرح نفسه وطرح المشروع ديال الاستمراريه لهذا الامين العام وتجديد جديد الولايه الثانيه لهذا الامين العام. الوضع الطبيعي ان فوز هذا الحزب كيعني ان رئيس الحكومه يكون هو الامين العام. هذا هو التأويل الديمقراطي للدستور، وهذا ما يجري به العمل في الدول الديمقراطية. وقعت أزمة، وقع بلوكاج، شكون اللي مسؤول عليه؟ أكيد ماشي العدالة الحكومية. العدالة الحكومية لقات راسها في واحد الوضع اللي تعفى فيه رئيس الحكومة نتيجة عدم تمكن من تشكيل حكومة معينة. فكان عندك خيارات، خيار أنك تمشي للمعارضة، خيار انك تساهم في الحكومه. تمشي للمعارضه هو خيار صعيب وعنده تكلفه وعنده حتى استهتار بالعمليه الانتخابيه كامله. كيفاش ان حزب واحد الاول اللي جا في الانتخابات يرجع للمعارضه، حتى ان وهذا لا يسعفون به حتى الدستور. رئيس الحكومه خصو يكون من خصو يكون من الحزب الاول، وغادي بهذه الطريقه تكون تساهم في تأويل غير ديمقراطي للدستور. كان سعد الدين العثماني، ما كانش الخيار الافضل، الخيار الطبيعي والديمقراطي هو بن كيران. كان سعد الدين العثماني لانقاذ الوضع. الطريقه اللي تشكلت بها الحكومه والعناصر اللي تكونت منها الحكومه عليها ملاحظات، ماشي ديالي بوحدي وانما ديال مجموعه من الاخوان في الحزب. ولكن في جميع الاحوال احنا مع حكومه سعد الدين العثماني وكندعموها وكننقدوها، باش النقد من باب النقد، باش انها الى في حاله وقعت اخطاء ولا شي حاجه تراجع عليهم. وكنعتبروا نفسنا خاصه كشباب احنا هما الضمير ديال هذه الحكومه اللي غادي يبقى دائما كيوغزها، باش تبقى دائما مرتبطه مع الشعب وفي خدمه المصالح ديال الشعب. يعني ان المدينه لها نصيب
فهو شوف حنا الا عوننا غير على سعد الدين العثماني وعلى رئيس الحكومه اكيد هو عنده مسؤوليات كبيره اللي ما كتقتصرش على مدينه بركان، تقتصر على المغرب كامل. ولكن اعتقد ان هذا الدور هو ديال المنتخبين والممثلين ديال 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 المدينه، باش يضغطوا على الحكومه وعلى غيرها من الجهات المسؤوله باش تولي الاهتمام الكافي للمدينه. وبطبيعه الحال من بينها المنتخب السي مصطفى قاوري اللي هو ممثل ديال اقليم بركان، نائب برلماني يعني اقليم بركان، واللي اكيد انه غادي 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 يدافع على المدينه. فهذا هو، اعتقد ان سعد الدين العثماني الا ضغطنا عليه ولا ذكرناه بالمدينه راه غادي يستجب لهذا الامر. وهو شوف هو حتى المكتبه ماشي باطل، هو كاين واحد المساهمه اللي كينخرط كينخرط فيه الانسان رمزي، كينخرط فيه في الجامعه باش يستافد من التدريب. بالمناسبه حنا عندنا اشكال في المعهد الموسيقي، داك الشخص اللي راه كيتطوع، كاين واحد الشخص تما كيتطوع باش يدير هذا المعهد الموسيقي، وهو اللي فنان وموسيقي وتخرجت على يدو واحد المجموعه ديال 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 الناس. ف يعني خص تكون شويه ديال المرونه، تكون شويه ديال المرونه في هذا الامر هذا. ولكن في العموم راه الخدمات ديال الجامعه خصها تكون اما مجانيه او تكون مقابل ثمن معقول رمزي. انا عاد كنت ناقش مع مجموعه من التلامذ ديالي اللي مقبلين على الامتحانات. هذا ممكن، دابا راه ما تستناوش غير الجامعه هي اللي تبادر، لكن عده ارادات. دابا حتى المكتب المسير، واش هو البلديه المكتبه ديال البلديه واش هي في الاهتمامات ديالها؟ ممكن انا كنهتم لان انا تعلمت في هذيك المكتبه وقريت في هذيك. انا كنقترح على مجموعه على الطلبه والتلامذه انهم يديروا مراسله لرئيس الجامعه ويطلبوا فيها الاستفاده من المكتبه في ايام العطله، خاصه ايام السبت والاحد. واكيد انني انا ومجموعه من الاخوان اللي في الجامعه غادي ندافعوا على هذه القضيه ونشوفوا لها الحل، لان عندها حل، عندها اشكال قانوني، وهو شكون هذا الموظف اللي غادي يبغي يخدم في ايام غير ماشي ايام ديال العمل. ولكن ان شاء الله نلقاو لها حل. ولكن مزيان وكانت تكون مبادره من طرف الاخوان الطلبه والتلاميذ ويديروا طلب لرئيس الجامعه. هذا متفهم اللي تكون في المستوى اللي ان شاء الله اعتقد ان بركان زعما كتعرف دائما وقفات واحتجاجات، ماشي اليوم جات باش غادي تعرف وقفات، دائما كانت وقفات على الصحه، كانت وقفات على مجموعه من القضايا تضامنا مع العمال، مجموعه من الوقف. من حيث المضمون، من حيث المبدا والمطالب اللي وارده، انا قريت هذاك الشيء اللي عندنا مقبوله وعاديه وطبيعيه. ولكن من حيث الشكل ومحاولة استجلاب معارك من مناطق أخرى، ربما هذا يكون فيه شوية ديال التحفظ. حنا ما محتاجينش في بركان أننا نستنسخوا التجارب، ما محتاجينش لهذا الأمر، خاصة أن هو الحراك اللي كاين في الحسيمة عنده سياق ديالو وعنده المبررات ديالو، عنده المبررات ديالو اللي مرتبطة بحدث معين. انا كنقول ان من حق الشباب انهم ياخذوا الشكل النضالي اللي بغاو، ولكن وما من حق حتى واحد انه يخونهم، كما انهم ما محقهمش هما يخونوا الناس اللي خداوا موقف ولا ما تفاهموش معاهم في هذا الحراك. لان انت من حقك تاخذ واحد القرار باش تنزل تاخذ واحد الشكل النضالي، وخاصه انك خديته بوحدك هذاك القرار، فبالتالي ما يمكنش تلوم الناس الاخرين اللي ما اتفقوش معاك ولا اللي تحفظوه، ما يمكنش تلومهم.
كما انه انا اعتقد ان الحرب ديال البيانات وغيرها هذا مساله ماشي ايجابيه. هذا دوله ديمقراطيه عندها واحد النسبه واحد الحد ديال الديمقراطيه، ناس بغاو يعبروا عن الراي ديالهم من حقهم بشرط انهم يحترموا الاراء الاخرى، مع الاشاره واحد الاشاره بسيطه وهو انه ليس كل من يناضل شريف، وليس كل من يعارض شكل نظامي معين خائن. فالمصلحه كاينه بجوج الاتجاهات، كاين اللي كيستعمل النظام من اجل الاسترزاق، وكاين اللي كيضرب النظام من اجل الاسترزاق. احنا مع المناضلين الشرفاء، كما انه مع المواقف الشريفه اللي ما بغاتش تخرج ربما عندها تخوفات مشروعه، واعتقد هذه هي الديمقراطيه، ومن الافضل ان حتى واحد ما يتزايد على الاخر. هذا هو الراي ديالي من هذا الشكل النظام. اي حديقه، حدائق بزاف، اللي حدا البلديه، اللي في البلديه الداخل. طبعا ما عرفتش انا هذه الحديقه، ولكن على كل حال هذه اللي كانت في البلديه الداخل مسؤوليه ديال الجماعه، هي اللي خصها تقوم بالرعايه ديالها. وعلى العموم الحدائق اللي موجوده في المدينه كاين واحد جوج اشكالات فيها. اشكالات ان مجموعه من المواطنين ما كيساهموش في المحافظه عليها، وكتولي واحد البؤره ديال تعاطي المخدرات والخمور، كيما واحد العدد ديال الناس اللي كيسيئوا لها وما كيخليوش الناس اللي بالاسر ديالهم والوليدات ديالهم يجيوا لهذه البلديه. انا اعتقد هذا نداء للمجتمع المدني انه يساهم بالاضافه للبلديه، بطبيعه بالاضافه للمسؤوليه ديال البلديه، انه يساهم في الاعتناء بهذه الحدائق وفي اعاده الدور ديالها اللي هو تكون منتزه ومكان للترفيه بالنسبه للساكنه ديال جامعه بركه. كيميزوا الشباب بعدا، كاين واحد النسبة كبيرة ديال الشباب كاينة في المجلس الحالي، واحد العدد ديال المناضلين اللي كانوا في الساحة اليوم هم الداخل في المجلس، وكيميزوا بأنه كاين إرادة حقيقية ديال، تقدر تعثر أحيانا، يقدر يكون فيها مشاكل، ولكن كاين إرادة ديال إصلاح الحال ديال هذه المدينة هذه. هذا ما يعنيش أن اللي كانوا من قبل ما كانش عندهم نيات وإرادات صالحة، لا يعني ذلك بالضرورة. كانوا ناس اللي ربما حتى الصراع اللي كان في ذاك الفتره مع السلطه وغيره لعب دور سلبي. لان بغي نقول لك واحد الحاجه، راه ما يمكنش المجلس الجماعي كيف ما كان انه ينجح الا كان عنده صراع مع السلطه، ما يمكنش. هو اصلا انا شويه بعيد على هذه المؤسسه، لان ما عنديش، ولكن انا شفتو ان كنشوف انه كيقوم بالدور ديالو. واش هو الدور ديالو؟ هو ماشي نقابه، الدور ديالو هو التاطير ديال المهنيين، وكاين هذا الامر، كاين كيديروا انشطه، كيديروا دورات، شاركوا في انتخابات المهنيه، كيقوموا بدور ربما ماشي كافي، صحيح ربما ماشي كافي، ولكن موجود كيحاولوا يقوموا بالدور ديالهم في حدود الامكانيات ديالهم. عاوتاني كيعرف هذا القطاع ديال المهنيين يعني شويه صعيب، ماشي سهل. الكلمه الاخيره، اولا كنبغي نشكر الموقع ديال بركان 49، ونبغي ايضا نتوجه بكلمه جميع الساكنه ديال بركان، وخاصه الشباب، وخاصه الجمعيات ديال المجتمع المدني، ان تكون عندهم واحد الروح ايجابيه وينميو حس الغيره على هذه المدينه، ويساهموا كلهم في الدفع بعجله التنميه في هذه المدينه الى الامام. خص مقترحات ديالكم، خص مبادرات ديالكم في جميع المجالات، سواء في المجالات الثقافيه ولا الاجتماعيه، ولا حتى في المجال ديال تدبير المرافق ديال الجماعه،
وخص الضغط ديالكم في الاتجاه الايجابي، في الاتجاه الايجابي. نتمنوا ان من الجمعيات انهم يقدموا لنا مشاريع مشتركه اللي تعطي واحد الزخم للعمل الاجتماعي والثقافي في المدينه. وما نساو جميعا ان هذه مسؤوليه وان هذا مال عام واللي غادي نتحاسبوا عليه كامل. تقدر انا الا ديت لك شي فلوس تقدر تسمح لي انت، بصح الا ضيع العام نكونوا حريصين على انه يمشي للبلاصه اللي خصو يتصرف فيها. وحتى الا خطانا على الاقل ما يكونش الخطا مقصود في تبذير المال. هذا هو الرساله ديالي. شكرا، تبارك الله عليك، الله يحفظكم.